السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحه والهنا وبكل ما تمنيتوا يا ربي في حياتكم، والله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي، والله يحفظنا ويحفظ والدينا واخوتنا وحبابنا، والله يرحم جميع اموات المسلمين يا ربي امين في هذا الشهر الكريم. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه، واحد الشوربه اللي هي شوربه صينيه، خليتها من قناه كوزينه زينه ويد مصطفى، الا عرفت نقول السميه ديال القناه. المهم عند الشيف مصطفى، غادي نخلي لكم رابط القناه ديالو في صندوق الوصف. عجبتني فكره سهله ومتوفر، وهذاك الشيء انا اللي متوفر عندي هو اللي درت. طبعا انا ماشي درت الوصفه كما دارها هو، بحال بالنسبه ليا انا درت شامبينيون معلب، ما عنديش شامبينيون لا طري لا الكحل، فقضيت بهذاك اللي عندي كي قال هو قضيو باللي عندكم في الثلاجه. الفكره خديتها من عنده والباقي راه رزت من راسي. عندنا المهم بالنسبه للمقادير اللي غادي نقول لكم دابا، عندنا هنايا صدر ديال الدجاج، تقدروا ديروا بلاصتو بالحوت ابيض، تقدروا ديروا هكا صدر الدجاج، وتقدروا ديروا الكروفيت اللي متوفر عندكم. هنايا كالامار مقطع، هنا خيزو محكوك، قزبر معدنوس، بصله محكوكه، الا كاين البوارو من الاحسن كيف قال الشيف مصطفى. وهنايا كورجيت محكوكه، شامبينيو انا عندي غير هذا اللي هو معلب، يعني ما من الاحسن الا كان طري راه مزيان، ما كانش راه قضيو بلي عندكم. هنايا شعريه صينيه، بالنسبه للعطريه اللي هي بسيطه جدا، بزار وخرقوم بلدي ومليحه. وعندنا صوص سوجا وزيت بلديه، فاش غادي نشحروا كلشي هذا الخير. ندوزو على بركه الله. كيف قلت لكم الشوربه راه اي واحد ممكن يدير يبدع فيها ويدير فيها اللي بغى، ماشي هي مقادير مضبوطه خصنا نحترموهم، الا ما احترمناهمش ما غاديش تجي، غاديش تجي ديك الحاجه كيف ما هي، ماشي كيكه، ماشي حلوه، ماشي لا. بالنسبه للاكل اللي هو اكل زعما الشوربات ولا طواجين ولا اي حاجه، راه تقدروا تبدلوا حاجه بحاجه وديروا بحاجه بلاصه حاجه. المهم كثرت عليكم الهضره، غادي ندوزو دابا على بركه الله، نحط التليفون ديالي وندوزو نبداو. صافي نبداو على بركه الله. انتي راه بواحد المشقه باش باش حطيت التليفون باش يقدر يصور ليا، صور لي زعما عن قرب. المهم يا ربي ما يطيحش. صافي درنا الكاميرا ديالنا، دابا غادي نديرو فيها الزيت بلدية. على فكرة راه هاد الشوربة انا تقريبا كندير نفسها بالكروبات وانا غير انا ما كنديرش الخضره، كندير غير الكروفيت ولي شامبينيو والحوت الابيض و الحوت الابيض ولا كريم فريش. يعني الهضره كتمشي زعما كيف قلت لكم، راه الواحد يقدر يدير اي حاجه ماشي ضروري نفس المقادير. المهم بالكم لا قبل عليا، غادي نديرو الدجاج مع البصله ونشحروه مزيان. هذا نوع من التغيير ديال ان ماشي دايما نديرو، ماشي دايما نديرو وجبة كاملة، يعني بالنسبة لي أنا إلا شربت الحريرة ما ندير معايا حتى حاجة أخرى. أنا درت
البشرية الصينية والشامبينيون تاعي اخر عاد غادي نضيفهم. غادي نزيد عليه الكرمه الخضر اللي عندنا قلنا عندنا الفلفل غادي ندير شوية تاع الربيع ونزيد الكوجي كيف تقولوا لك كان كروب تزيدوا غير عطاو تاو واحد المذاق زوين بزاف وصافي دابا نمرقوا ما طيب لي تماما غادي نغطيو عليها ونخليها حتى طيب طيب داك اللحم وطيب الكرماغ وديك الساعة نرجعو صافي هو طاب داك الخليط الاول غادي نضيفو ليه دابا الشامبينيون لي غسلتو مزيان مزيان غسلتو لأن راكم عارفين مع اللعبات ماشي تا لهيه ولكن معنديش عليه بديل هو أنا تيعجبني الشامبينيون في الشوربات أو كنضيفو الشعرية كوبات اللحم بعد ما قطعناها أو دابا غادي نضيفو واحد المعلقة ديال صوص الصوجا ودابا غادي نضيفو واحد المعلقة ديال الصوص الصوجا صافي نخليوها طيب واحد شوية ترى يعني حقا ريحتها غزالة واخا انا درت واحد الخطأ
بديت كنقطع في الشعريه ومشيت بديت غرض اخر ورجعت كيحسب لي صافي راه قطعتها حتى لقيت دابا بلي راه باقي فيها طوالين. معليش شي مشكل الريحه يا سلام. والمذاق صافي هكا غادي تخلي الشوربه ديالك طيب مزيان طيب زعما تزيد واحد شويه الطياب على حسب داك الشامبينيون اللي درت فيها فخي اولا الشامبينيون معلف ماشي فخي. وديك الساعات نرجع معكم التقديم. بالنسبه لهذه وصفه يعني تدار في رمضان فطور ترافقوا معها اللي بغيتوا على حسب باش كتفطروا انتم وصافي. يلا هنا نرجع لكم من بعد اللي نحطها. وها هي الشوربه ديالنا بعد ما تاب جيت كناكل فيها. عاد فكرت انني ما صورتش لكم الصوره النهائيه او الفيديو النهائي. جات رائعه. شكرا شيف مصطفى على الوصفه وجربوها ما غاديش تندموا. بنينه بزاف.